كنحضروا اليوم في هذه الورشه ديال مختبر المواطن، الورشه الرابعه، باش نقدموا للمتدربات والمدربين كل ما يهم اليات تنفيذ وتقييم وتتبع السياسات العموميه. بطبيعه الحال مختبر المواطن واحد المختبر اللي كيهدف في النهايه ديالته انه يعلم ويدرب هذه المستفيدات والمستفيدين كيفيه تقديم الاراء الاستشاريه والترافع المدني لدى صناع القرار. واليوم صانع القرار بالنسبه لنا هو جماعه سيدي بيبي، اللي كنحاولوا ان شاء الله في نهايه هذا المسار انهم يقدروا يكونوا فاعلين مدنيين متتبعين لكل السياسات العموميه الترابي اللي كتهم المجال الترابي اللي هما كيسكنوا فيه، ويكونوا كذلك قاضي انهم يعطيوا حلول بديله لكل المشاكل العموميه اللي ممكن ان تعترض سبل عمل الجماعه الترابيه ان شاء الله.